تتجه إلى أرزات البيارق، كيف تبدو الصورة لديك وما الذي يميز العرض هذا العام؟ نعم ماجد، يعني الاستقلال اللبناني هذا العام يعني يمكن اعتباره اغلى من اي وقت مضى، لا سيما في ظل الاوضاع التي تعيشها المنطقه وكذلك الخوف من تداعيات محتمله على الوضع اللبناني. الذكرى 68 لهذا الاستقلال سوف يحييها لبنان في شادة شفيق الوزان في وسط بيروت. الان وصل علم الجيش إلى الساحة بعدما اكتمل حضور الحشد الرسمي والشخصيات التي سوف تحضر هذا الاحتفال. سوف يصل أيضا بعد قليل الرؤساء الثلاثة، وما يميز أيضا هذا العرض هو حضور نائب الرئيس والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، على أن ينتهي العرض الراجل والوحدات الراجلة المشاركة بخيالة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. إذن يشارك أيضا اتحاد كشاف لبنان، الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات، أيضا وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وينتهي عرض الوحدات الراجلة بخيالة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على أن يبدأ بعدها العرض الذي تقدمه الوحدات التي تسير بخطى رياضية، وهي فوج التدخل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وفهود قوى الأمن الداخلي، فوج المغاوير، فرع المكافحة، الفوج المشوقل، وفوج مغاوير البحر.